دجي اول مره يمشي في الشارع. تعال جي، تعال جي، جاي تعال خد تعال. تعال هنا جي، تعال خد هنا، خد جي. يعني مرغوش بيقولك سيبونا نلعب شام روايح. جي راح فين الكلب ده؟ تعال جي، ده هما اللي فين خبيتها. خد يا جي، تعال مش انتوا مش انتوا انتوا مستنسخين يا شباب. لا انا اعرفهم دوش ولا جي. يا جي يا نهار اسود، جي ولا يا عمر. انا لسه بتعرف على كل حاجه. بصي سوكة الكلبة هي اللي جاية تجري. تعالي سوكة، خايفين ينزلوا النجيلة من المية كمان في رطوبة. ودي بقى عروسة، دي عروسة جي. القطة دي تبقى مراته المستقبلية. خد تعال تعال، مش عايز زقة ما انزل انت. مش بقول لك خايف تمشي على النجيله؟ يا جي يا كلب تعالى هنا، حركة بكرة. تعالى هنا يا عجل البحر، مالك؟ ايه يا عم وانا خطفك؟ بيقول لي سيبني سيبني. ده جي اللي كان في الشارع يعني عمية. جي خد عرفت اللعب ده او جري. بس سيبهم بقى هم يلعبوا. هو كل ده سراك مسحور معاه والنبي ولا سراك؟ سراك كل ده بيتفرج ولا معانا خالص؟ تابع سوكا على العربيات. ايوه ايه يا جماعه جي ولا كم ده؟
حد انزل سينما يجري على طول دلوقتي فين جي ولا ما اعرف انا بجري وراها يا اختي يا اختي دلوقتي كلب ظهر مش عارفين جي فين بس جي دلوقتي هيجيله ظهر عصب وهيجي يجري الكلب مشي يجي على السراب بك بتعمل ايه؟ انت بتصرخ ليه؟ قبض على قطة؟ القطة رايحة فين؟ تعالى تعالى هجيب لك القطة خد 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 اهي خد اهي خد بطل سيبك خد اهي القطة اهي يا ابني زورك يا ابني حرام عليك تركب له كاتب صوت مستغيث انت بتصرخ انت بتصرخ ده بيقول لك القطه بتعمل ايه يا ابني صوتك يا ابني زورك يجرح يا ابني غلط على زورك ها القطه بتعمل ايه بتعمل ايه القطه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه القطة؟ ايوه بتعمل ايه القطة؟ قطة بتعمل ايه؟ انا عايز اشوف صبيتها بتصرخ ليه؟ بتصرخ ليه؟ كده يعني والله زوره هيرجع يعمل السرير ده كله بس يا بطل صرخ زورك هو ده فاهم حاجه بس بصي اهم حاجه اهم حاجه يا جنب القطه لو هي يعني ايه مفوضه امرها لل اه فهم ايوه هتعمل فيها ايه بتعمل ايه في القطه بص اللقطه اللي جالي بقول لك لا القطه سابتني يقول لي جريني وراها اما انا جريك وراها ازاي وجي راح فين جي شاف الكلب هرب من المنطقه الظاهر جي اختفى بجد اختفى بجد بسرعة يا رب تقول لي ما بختفى عليك ايه خرج بعدها سيبيه هيظهر ايه يلا نكمل احنا بقى سريح قول بقى عايز ايه ها اديك قمت اهو عايز ايه ايه